وأول ما قالوا لي نجيب السيد طارق جبريل بصراحة صعبت عليا. يعني والله الحمد قلت لله. الموقف يعني صعب، والجمهور الزمالك عريض جدا وطموحه ضخم جدا، والنادي أعضاؤه كتير جدا وطموحه حتى على المستوى الاجتماعي والإنشائي ضخم جدا، وبتفاجأ بحاجات صدمات 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 صدمات. انتوا مش فايقين متهيألي في الفترة دي. والله يا استاذ محمد احنا بقالنا حوالي 5 شهور ونص، يعني حضرتك لو شفت كم القضايا وكم المشاكل وكم البطولات برضو وكم تعمل معادله عجيبه بصراحه. لا هي معادله عجيبه جدا، يعني الحمد لله التوفيق من عند ربنا في القضايا والمشاكل دي في كل الالعاب. وانهيار مالي واداري فظيع، وانا اسف انا بقول كده طبعا. نادي الزمالك دوت يعني عمري وعمر اللجنه كلها والناس اللي فيها، لكن الحقيقه لازم الناس تعرف. يعني الناس بتنتقدنا يا استاذ محمد ان احنا يقول لك انت بتنشروا الغسيل اللي مش عارف ايه. لا هي مش نشر، هي كشف حقائق. دي كشف حقائق وحقائق، ولازم الناس تعرف، خاصه اعضاء العاملين سواء في جوه النادي او الجمهور العظيم. الجمهور ده استحمل كتير جدا، يعني الجمهور يمكن في بعضه عاطفي شويه فبيمشي في اتجاهات معينه، وهو يعني مش مستوعب القصه يعني. انما لازم تستوعب، عشان لازم وكل واحد ياخد حقه، سواء اللي بيعمل شيء ايجابي او بيعمل شيء سلبي، ولازم كل واحد مسؤول ياخد يعني ياخد حقه سواء ايجابي او سلبي. بالظبط. والمسؤول اللي اخطا، هو مش اخطا، كلنا بنخطا. وانا شخصيا لو مشيت ورايا حالتيني اكيد يعني في غلطات، لكن في فرق بين غلطه وغلطه. في غلطات تودي النادي في قصه كارثيه اللي هي موجوده فيها دلوقتي. وانا اسف بقول تاني، هي قصه كارثيه، هو موقف كارثي مالي واداري، مش مالي بس. كان ده يمكن قلته مرة واتنين قبل كده، والناس بعض الناس بتتفهمه، وفي بعض الناس بتنتقد ان ليه بتقول كده. ما هو عشان هو دي حقيقة، حضرتك مش عايز تسمع الحقيقة دي حاجة بتاعتك، انما لازم تفهم، ولازم يكون في شفافية. ولو ما اتكلمناش وحصل انهيار في حاجة معينة يقول لك طب ما قلتوش ليه يعني. فهي دي النقطة. وانا يعني بص، انا الحمد لله مش على راسي بطحة، والحمد لله شغال بمرضي ربنا واللجنه كلها، وعملنا شغل زي الناس يعني. اي حد متعقل وفير لازم يشوف اللجنه دي عملت ايه في 15 اشهر. يعني الاحداث اللي احنا مرينا بيها حضرتك، لو انت ما تعرفش ان احنا بقى لنا 15 اشهر، يقول لك ايه الاحداث دي كلها في 5 سنين مثلا، ولا 4 سنين، ولا 3 سنين، ده ولا 20 سنه، ده 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 في ده كل يوم يعني، كل يوم. مش قضايا بس، انا بتكلم على المشاكل يعني الاخفاقات والنجاحات، يعني في الاثنين.